استقبل صباح اليوم معالي الأستاذ الدكتور أحمد زايد صاحبة السمو الأميرة سرى بنت سعود ابن سعد آل سعود نائبة رئيس مجلس أمناء مؤسسة أحياها الإنسانية، وقامت سموها بجولة في المكتبة تفقدت خلالها قاعة الاطلاع الرئيسية ومكتبتي الطفل والنشأ وقسم ذوي الاحتياجات الخاصة ومكتبة طه حسين للمكفوفين وضعاف البصر، بالإضافة إلى المتاحف الموجودة داخل المكتبة مثل متحف المخطوطات ومتحف الآثار ومتحف الرئيس الراحل محمد أنور السادات، كما حضرت عرض البانوراما الحضارية. وعلى هامش الزيارة شهدت مكتبة الإسكندرية جلسة حوارية للأطفال والشباب حول الذكاء الاصطناعي. إنه لمن دواعي سرورنا في قطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية أن نتشرف بلقائكم اليوم في هذه المناسبة التي نعتز بها جميعاً، وهي الزيارة الأولى لصاحبة السمو الأميرة سرى بنت سعود بن سعد نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة أحياها الإنسانية. وإنه لا يشرفنا أن تشهد سموها الجلسة الحوارية مع الأطفال والشباب حول الذكاء الاصطناعي، فقد اتفقت رؤانا في مكتبة الإسكندرية مع رؤى المؤسستين الموقرتين المجلس العربي للطفولة والتنمية وبرنامج الخليج العربي للتنمية أكفن، كلاهما برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، حول ضرورة النقاش في موضوع التأثيرات العميقة للذكاء الاصطناعي على الأطفال، ليس فقط مع الخبراء والدارسين ولكن مع الأطفال أنفسهم. في إطار الشراكة الفاعلة بين مكتبة الأسكندرية والمجلس العربي للطفولة والتنمية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، تعقد جلسة اليوم مع اليافعين والشباب حول قضية هامة هي الذكاء الاصطناعي وتأثيره على المجتمع خاصة على الأطفال. والذكاء الاصطناعي هو أحد أدوات الثورة الصناعية الرابعة ونتاج التقدم التكنولوجي الهائل الذي يعيش عالمنا اليوم واقعاً وممارسة، ويتطلب منا أن نتهيأ له وأن نمكن أطفالنا منه. إذا قلنا من الذي يتأثر بهذا الموضوع؟ الأطفال في جيل الأجيال الصغيرة، من يعني جيل بيطلق عليه جيل زد وجيل ألفا وأجيال الصغيرة، هي أكثر يعني تأثرهم بهذا التطور، لأنه هم أكثر ارتباطاً بموضوع الذكاء الاصطناعي من خلال علاقتهم بالتكنولوجيا ومن خلال علاقتهم بالكمبيوتر، أجهزة الكمبيوتر والموبايل وكل الأجهزة اللي بتدخلهم على هذا العالم الغريب. فإحنا نحن نحتاج إلى أن احنا يعني نتناقش حول هذا الموضوع ونأخذ فيه أحسن ما فيه وليس أسوأ ما فيه. واهتمامنا بتمكين الطفل العربي في عصر الثورة الصناعية الرابعة داهمتنا دون إنذار، فعلينا أن نتعامل معها معاملة جادة بالعلم والثقة، والنظر إلى شبابنا وأطفالنا ونتمسك بأن يكونوا على أحسن قدر ممكن من الإمكانات المعرفية والمهارية لتواجه ذلك العصر. المفتاح هنا يكمن في تعاون مدروس بين ومشاركة بين الآباء وبين المعلمين، ده مهم قوي مع الأنظمة الموجودة، وتأكيد على المعايير الأخلاقية ووضع هذه الاعتبارات لو حطناها في موضعها الصحيح، بيكون الذكاء الاصطناعي أداة تحويلية تعزز التعلم والإبداع والفضول لدى العقول الشابة.